أخبار اليوم. الفاشن النهارده مش ضخم قوي، فاشن محدود شويه، بس في كولكشن كويس، في مجموعه من فساتين السواري وفساتين الجراند سواري، في مجموعه عبايات هتتعرض برضو، ومجموعه من فساتين الزفاف. كولكشن جديد بالالوان الجديده وبالستايل الجديد، وهيعجب الناس ان شاء الله. اهم حاجه تعليم الكاتوب مش صعب خالص، الموضوع سهل. هي الفكره ان البنت غالبا بس محتاجه تهتم بنفسها شويه، حته السكين كير، البشره، النيل كير، الضوافر، الاهتمام بالهير كير، الشعر، تهتم بالدايت بنظام ان هي تكون رشيقه دايما، تحاول ما يكونش عندها وزن زياده وكميه فاتس زياده، ده احسن ليها صحيا على المستوى الشخصي، يعني صحيا وشكلها يكون احسن، وفي نفس الوقت بيأهلها بقى للدخول في حاجات كتير تانية من ضمنها عالم الموديلنج. يعني السنة دي الساحل فيه 7 شوهات ورا بعض في كل ويك اند، هتبقى معمولة في مارينا ان شاء الله في سكاي بول، وحاجة هتكون قوية يعني الناس هتنبسط بيها، يعني هيكون كل اسبوع في عرض ازياء مختلف عن التاني خالص، وهتكون حاجة جامدة ان شاء الله. الحمد لله يعني قدرت انجز تصميمات حلوه قوي، عبايات مغربي مطرزه، استخدمت فساتين برضو قدرت ادخل فيها خامات الشغل الهندي، معظم حاجاتي اصلا مطرزات هنديه لاني بحب قوي قوي الستايل الهندي، بيعجبني قوي فبيساعدني ان انا ادي تصميمات حلوه وابدع فيه. يعني في بعض التصميمات برضو أنا تميزت بيها الحمد لله وعرفتني عند ناس كتير، تصميمات الأزياء الستينات سعاد حسني وهند رستم، لأنه أنا فعلا عشقة للتصميمات دي وبلاقي نفسي فيها، وبحس أن أنا يعني بديها حاجات كتير قوي، يعني ببدع فيها، والحمد لله قدرت أعمل موديلات كويسة قوي، هي مستوحاة من أذواق الفنانات الجامدين قوي دول يعني.